هذه جدارية رسمها فنان فلسطيني، وهي صورة مستوحاة من صورة حقيقية تمثل هذه الأم، وهي يعني نجمة حمدوني والدة الأسير الذي استشهد في سجون إسرائيل بعد 13 عاما وهو ياسر حمدوني. هذه الصورة جسدت صورة الأم التي شاركت في تشييع جنازة ابنها في منطقة جنين استشهد نتيجة الإهمال الطبي. هذه الجدارية التي رسمها الفنان فؤاد اليماني، نتحدث معه الآن. فؤاد، ما الذي تعني هذه الصورة؟ لماذا قررت أن ترسم هذه الصورة؟ هذه الصورة بتعبر عن قديش الأم الفلسطينية بتصبر وبتعاني وبتناضل. يعني بصراحة موضوع استرداد جثامين الشهداء هو موضوع كتير كتير مهم ولازم نتطرق له دائما في أعمالنا الفنية. شكرا فؤاد اليماني اللي رسم هاي الصورة، وهي مستوحاة من صورة الفنان أو المصور الفلسطيني علاء بدر. نحن نتحدث عن منذ عام 2015 وصل عدد جثامين الشهداء المحتجز جثامينهم في سجون إسرائيل إلى 118 شهيدا، وأيضا أحد أقدم هؤلاء الأسرى هو عبد الحميد سرور الذي احتجز جثمانه منذ عام 2016. المعطيات الفلسطينية الرسمية تشير إلى أن إسرائيل تحتجز جثامين 256 شهيد في مقابر الأرقام، يعني أحد أقدمهم أنيس دول، أحد قادة القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية والمحتجز جثمانه منذ عام 1980. إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل ترفض حتى هذه اللحظة الاعتراف أو الكشف عن مصير 68 جثمان لمفقودين فلسطينيين، أو حتى الكشف إن كان تم دفنهم في مقابر الأرقام أو تم احتجازهم. لكن الوجع كبير جدا لدى أهالي الأسرى الذين لا يزالون يطالبون بجثامين أبنائهم حتى يتم دفنها بكرامة.